مرحبا بكم في قناة بيست نيوز. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في قناة بيست نيوز. إن كنت جديدا معنا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. عندما قصف حلف الناتو بلادي وهدم علينا باب العزيزية فررنا إلى سرت لأنها مسقط رأس والدي، لكن الخونة لحقوا بنا بكثرة. فررنا إلى بني وليد التي صمدت كثيرا ووعدنا شيوخ عشائرها أن يموتوا من أجلنا. أبي قال أننا خسرنا ليبيا كأرض ولا يجب أن نخسر ليبيا كشعب. ساركوزي كان مستعداً لقتل كل الليبيين من أجل الذهب والبترول وسنده شيوخ الإمارات وقطر والبحرين. اتجهنا إلى أقصى الجنوب غدامس واختبأنا في مغارة بالصحراء لمدة أسبوع، لكنهم ترصدوا حركاتنا عبر الأقمار الصناعية وتم كشف أمرنا. صلى والدي ركعتين في الخلاء على الرمال ثم نادانا أن نجتمع عنده. سألنا عن اقتراحاتنا للخروج من هذا المأزق. أخي سيف الإسلام كان يريد طلب اللجوء إلى بريطانيا لأنه يحمل جنسيتها ودرس بها 10 سنوات. وافقه أخي الأكبر على رأيه. أمي قالت لنذهب إلى المملكة العربية السعودية أو تركيا، لكن أبي رفض ذلك ورد عليها بحدة: كيف نذهب إلى أعدائنا وهم الناتو وهم صهيون وهم جهنم؟ قلنا لوالدي أنه صاحب القرار وأن يختار أين نذهب وسنوافق بلا تردد. تنهد عدة مرات ثم قال: اذهبوا إلى الجزائر، اذهبوا إلى الجزائر. ما رأيت منهم سوءا ل50 عاما. في الجزائر ستعيشون أحرار. الجزائر لن تسلمكم للناتو، والناتو لن يتجرأ على الدخول إلى الجزائر، أنا متأكد من هذا. الجزائر لديها سلاح الردع الشامل منذ 1973، وعرضته على العرب خلال حرب أكتوبر ضد إسرائيل سراً، لكن خونة العرب أخبروا أمريكا وإسرائيل بذلك، مما جعل الجزائر تنفي ذلك قطعياً. وأضاف قائلاً رحمه الله: الجزائر لن تسلمكم لمحكمة العدل الدولية ولا لأي دولة أو هيئة تطلب ذلك، الجزائر لن تخذلكم أبدا. قاطعه أخي خميس: يا والدي أنت تتكلم عنا، وأنت ألن ترافقنا؟ فأجابه: أنا رفيق تشيكيفارا، أنا رفيق تيتو، أنا الذي عاصرت كل الأبطال والأحرار والثوار، لا يعقل أن أستسلم أو أهرب أو أموت في أرض غير أرض الفاتح العظيم، أرض عمر المختار. أنا معمر القذافي، أنا ابن القذاذفة، أنا جندي ثوري، أنا حامل لكتاب الله في قلبي. يا أبنائي سيروا على بركة الله، وإذا صادفكم خبر وفاة يوما لا تهنوا ولا تحزنوا، أبوكم شهيد شهيد شهيد. وقالت أيضا في الأخير: إخواني أخواتي، نشرت هذه الوصية من أبي اليوم بالذات لأنني لا أستطيع أن أنسى ما قدمته الجزائر لأبي ولعائلتنا. وأنا ألاحظ تكالب ملوك الخليج وإسرائيل وأمريكا وفرنسا على الجزائر. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.